بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، القرآن كتاب رب الأرباب ومسبب الأسباب جل جلاله، هو الذي أنزل هذا الكتاب على خاتم الرسل سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله روحاً، وجعله نوراً، وجعله هدىً. فهذا الكتاب روح، كما قال الله عز وجل في القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. وهذا الكتاب نور، فالله عز وجل قال أيضا بعد هذه الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. وهذا الكتاب هدى، فقال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمقصود هذا الكتاب هو أنت أيها الإنسان، فأنزله الله عز وجل ليهتدي الإنسان، وأنزل الله عز وجل هذا القرآن ليخرج به خير أمة أخرجت للناس. فلم يكن هذا الكتاب وهذا الوحي نتيجة تجارب من الناس، وإنما هو وحي نزل من عند رب الناس جل جلاله، ليكون موعظة وليكون هدى لهذا الإنسان. ونريد أن نبني على هذه المقدمة ذاك الأصل العظيم الجليل الذي من غفل عنه ضل في هذه الدنيا وشقي في الأخرى، أن الإنسان لا يمكن أن ينال رضوان الله عز وجل وأن يفوز بجنة الله سبحانه وتعالى حتى يكون متبعاً لوحي الله. والله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء، فقال سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل من لم يعرف ربه فقد ضل، وكل من لم يؤمن بربه عز وجل فقد ضل، وكل من لم يؤمن بالكتاب الذي أنزله الله عز وجل فقد ضل، وكل من لم يؤمن بالرسول الذي أنزل عليه الكتاب فقد ضل، وكل من لم يعمل بالكتاب فقد ضل. فلا يلتبس هذا الأمر أبداً على مسلم ولا على مؤمن ولا على محسن، فإنه من الوضوح والجلاء ما يجعله من بدهيات
عقد الإسلام والإيمان أن يدرك الإنسان أن من لم يؤمن بربه فهو ضال، وأن من لم يؤمن بهذا الكتاب فهو ضال، ومن لم يؤمن بالرسول الذي أنزل عليه الكتاب صلوات ربي وسلامه عليه فهو ضال، ومن لم يعمل بالهدى فهو ضال. وهذا يظهر مصداقه عند من ينطق به أين موقفه من هذا الوحي، وما هو حاله مع هذا الوحي، وأين مكانة الوحي عنده، وأين حاكمية هذا الوحي على ما يعمل، وهيمنة هذا الوحي على ما يقول ويصنع، وامتثاله لما جاء فيه. هذه معالم الصدق ودلائل الصدق تظهر على الإنسان إذا كان يعلن تلك الحقائق العظيمة رفيعة القدر، فمصداقها أين موقفه وحاله وفعله وقوله من هذا الوحي كتاب رب الأرباب جل جلاله. وهذا يدعونا بعد ذلك إلى أمر أكثر تفصيلاً وأكثر إيقافاً للإنسان ليستدل على صدقه مع ربه عز وجل في ذلك، لأن الله عز وجل حذر وأنذر في آيات عظيمة بأن هناك فئة تعمل وتنصب في هذه الدنيا لكنها تأتي يوم القيامة وليس لها مما عملت شيئا، وأن فئة كانت تعمل وكانت تؤمل أنها يوم القيامة يكون ويكون لها، وتأتي يوم القيامة وتفاجأ بأنه ليس لها مما عملت شيئا. وهذا نجده في قول ربنا عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ونجده في قول ربنا عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، أي كانت تعمل في الدنيا وكانت تنصب في الدنيا وتظن أن لها شيئا عظيما في الأخرى، والنتيجة كما أخبر الله: تصلى نارا حامية. فإذا قلنا تلك المقدمة الأولى وقلنا مصداقها في موقف الإنسان من الكتاب من الوحي مدارسة وفهما ثم عملا وقبل ذلك إيمانا ويقينا، وهذا الكلام أيضا يحتاج إلى شيء من البيان أكثر ليعرف الإنسان أين هو، لأنه ليس للإنسان في مرحلة العمل والامتحان إلا فرصة واحدة هي هذه الحياة الدنيا، فإذا ما فارقها فكل ما سيمر به هي مراحل جزاء، فالقبر مرحلة ولكنها ليست مرحلة عمل، وإنما مرحلة من المجازاة، ويوم القيامة مرحلة ولكنها ليست أيضا بدار عمل ولكن مرحلة في المجازاة، ثم بعد ذلك الجنة أو النار، كل منهما دار المجازاة التامة الكاملة. فمما أيضا يزيد الأمر وضوحا وهو أن الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمته وللناس: فلا يكن في صدرك حرج من ما جاء به القرآن ونص عليه القرآن وأخبر عنه القرآن، إذن لا يمكن أن تتصور أنه سيكون في غير القرآن بيان أعظم وأكمل وأتم وأفضل مما جاء في القرآن.
وأنه لا بد أن ينشأ عندك هذا التسليم والقبول والرضا لما جاء في كتاب الله عز وجل، وأن تعلم أنه ليس بعد إخبار القرآن إلا الضلال، وليس بعد الحق إلا الضلال، فلا يكن في صدرك حرج من ما قال الله عز وجل، لا بد أن تتلقاه بمنتهى الرضا والقبول والتسليم، لأن الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واضحا. فالله يقول: فلا يكن في صدرك حرج منه. فالله أخبرنا عن أنفسنا، والله عز وجل أخبرنا عن قلوبنا وعقولنا، والله أخبرنا عن جوارحنا، والله أخبرنا عما يصلح نفوسنا، وعما يصلح قلوبنا، وعما يصلح جوارحنا كل كفرد، ثم عما يصلحنا كمجموعة، وكل ذلك في كتاب ربنا عز وجل. ما يصلحنا كاعتقاد وتصورات وإدراكات ومنهج تفكير وتدبر وتأمل، وما يصلحنا كتزكية وتطهير وخشية، وما يصلحنا كأخلاق ومبادئ، وما يصلحنا كأعمال، سواء كانت شعائر تعبدية أو آداب ومعاملات، وما يصلحنا كمنهيات ينبغي البعد عنها وتركها، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فمن يريد أن يعرف نفسه فليرجع لكتاب ربه، ومن يريد أن يعرف كيف تصلح نفسه فليرجع إلى كتاب ربه، ومن يريد أن يعرف ما هي الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها والأخلاق التي ينبغي أن يتركها فليرجع إلى كتاب ربه، ومن يريد أن يعرف كيف يتعامل مع الناس فليرجع إلى كتاب ربه، ومن يريد أن يعرف من عدوه من الخلق ومن الناس فليرجع إلى كتاب ربه، ومن يريد أن يعرف ماذا كان في الدنيا قبل وجوده فليرجع إلى كتاب ربه، وماذا سيكون فيها بعد ذهابه فليرجع إلى كتاب ربه، ومن أراد أن يعرف ما هو مستقبله بعد هذه الدنيا فليرجع إلى كتاب ربه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا كان الإنسان يؤمن بتلك المقدمات ويدرك أن العقد عقد الإسلام عقد استسلام وخضوع وعقد قبول لهيمنة هذا الوحي على كل ما يصدر منه، فإذا قال الله عز وجل لك آمراً لك بهذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فأنت تعي كافة يدخل فيها كل شيء مما تملك، يدخل كل شيء من جوارحك، يدخل فكرك وعقلك، يدخل أنك لا تسمح لأحد كائنا من كان إلا لوحي الرب جل جلاله أن يشرع
لكل فعل فيك، فيدرك الإنسان هذه المفاهيم. ولذلك تجد هذا الإنسان موقفه مع كتاب الله عز وجل لا ينقطع، فهو مرجع له عند كل حال، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجع له عند كل حال. وهذا المعنى حقيقة هو الذي نحتاج أن نفهمه وأن نحاسب وأن نراجع أنفسنا عليه، فأين نحن من هذا الحال؟ وأين موقفنا مع الوحي كتاباً وسنة على مثل هذا الطريق وهذا المنهج؟ على هذا الأساس ونحن نقرأ آيات القرآن نستحضر هذه المعاني جميعها، ونجد في قراءتنا للآيات ووقوفنا معها دربة وتعليم وأخذ بزمام هذه النفس نحو هذا الكتاب، وأن تتدرج في هذا الأمر حتى يجد الإنسان فعلاً أنه أدخل نفسه كلها في هذا الإسلام، ولم يعد لنفسه مع نفسه أي أمر إلا وفق أمر الله ومراد الله جل جلاله. والذي يدعونا حقيقة لهذا الأمر، لأن الإنسان إذا ازداد معرفته بأمر من أمور الدنيا وتوسع إدراكه بما يفتحه الله عز وجل على الإنسان من إدراك شيئا من قانونه في هذا الكون، فهنا يأتي عدو الإنسان إبليس وينفخ في نفسه ويدفعه نحو ذاك المرض الخطير الذي هو الكبر، ويظهر أثره في ماذا؟ يظهر أثره في أنه يظن أنه الآن وصل إلى مرحلة يستغني فيها عن وحي ربه، لأن الرجوع إلى الوحي له أحد منزعين رئيسيين، الأول وهو الأهم والأعظم، منزع الخضوع للوحي، أن هذا الوحي من عند الله الخالق العليم الحكيم الذي حقه أن يأمر فيطاع، وهذا المنح الرئيس للاستجابة لوحي الله، أنه الله الخالق وأنك العبد المخلوق، أنه الله القوي وأنك العبد الضعيف، أنه الله العليم وأنك العبد الجهول، أنه الله العزيز وأنك العبد الذليل. فهذا الجانب الأول والمنح الأول لدافع هذا القبول والخضوع والطاعة لأمر الله وحكم الله أنه من عند الله الخالق الحكيم العليم القوي القهار. وأما المنح الثاني الدافع لهذا القبول والخضوع، وهو أن الإنسان لا يعرف ما يصلحه ويخرج إلى الدنيا ضعيفاً جهولاً لا يدرك مصالحه، فيحتاج إلى من يعرفه بمصالحه وما ينفعه ويدفع عنه ما يضره، وأن وحي الله عز وجل أنزله الله وجعله بهذا التشريع والنظام ليحقق مصلحة الإنسان. ولذلك مما اتفق عليه علماء المقاصد أن هذه الشريعة تحقق مصلحة الإنسان في هذه الدنيا والآخرة، فهذا المعنى
عندما يغفل الإنسان عن المعنى الأول للخضوع ويتناساه، وقد يقبل المعنى الثاني، فإذا ما وجد معرفة بذل جهدا أو رأى من بذل جهدا ووصل إلى شيء، فإنه قد يصاب بهذا المرض وهو مرض الكبر، فيشعر الإنسان بأنه مستغن عن وحي ربه. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يوم أن يظن أنه مستغن عن أمر ربه وعن حكم ربه وعن وحي ربه. وكم من البشر سلكوا هذا الطريق عبر التاريخ كما ذكر الله لنا في كتابه، في موقف كثير من الأمم مع أنبيائه. فماذا كان موقف فرعون مع موسى؟ فهو يرى أنه هو الأقدر لكثرة ماله، وهو الأقدر لكثرة جاهه، وهو الأقدر لكثرة أتباعه، وهو الأقدر لفصاحة لسانه، ويرى أن موسى عليه الصلاة والسلام كليم رب العالمين لا يستحق أن يطاع فيما جاء به من عند ربه، لأنه الأقل مالا والأقل عددا، ولأنه لا يملك جاها، ولأنه ليس فصيحا في اللسان، فيرى أنه لا ينبغي أن يقبل ما جاء به من عند ربه، مع أن فيه الآيات البينات الواضحات. فعلى هذا الأساس أيها الإخوة، أقول التذكير للنفس وإعادة عرض هذه المقدمات عليها حتى يتأكد الإنسان ويجد في نفسه هذه الطمأنينة، ويكون هذا محفزاً. عندما تقرأ القرآن لا تقرأه هذا الشعر ولا تنثره نثر الدقل، وإنما تقف عند عجائبه، تتفكر في معانيه، ثم تحاسب نفسك أين موقفك مما قرأت وما فهمت وما وعيت، أين موقفك إيماناً وتصديقاً، وأين موقفك عملاً وتطبيقاً وخضوعاً وانقياداً، أين موقفك من ذلك؟ فيظل الإنسان يراجع وفق هذا الميزان، ويقوم من حوله وفق هذا الميزان، وينظر إلى الناس وفق هذا الميزان، ويذكر وينصح وفق هذا الميزان. ونرى كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن يتنزل، كيف كانوا يتعاملون مع آيات القرآن، كيف كان القرآن يوجههم، وكيف كانوا يتفاعلون مع توجيهه، كيف كان القرآن يوقفهم على أحوال من لم يؤمنوا ومن لم يقبلوا، ويعرض لهم تلك المواقف ويجلي حقيقتها ويبين وزنها وقيمتها، ويظهر مكان الإشكال والخلل، والصحابة رضوان الله عليهم يتلقون ذلك كله ويتفاعلون معه. ونحن في سورة آل عمران، هذه السورة العظيمة التي عرفنا موضوعها في ظل ما قبلها من سورتي الفاتحة ثم البقرة، وما يأتي بعدها سورة النساء حسب ترتيب المصحف، عرفنا أين مكان هذه السورة في سلسلة هذا الترتيب الذي وقف العلماء ليبينوا ذاك الترتيب المفاهيمي لبناء عقل الإنسان وعقيدته، وأن يتبين الإنسان كيف يتعامل مع هذا الكتاب. لا يغيب عنا
ونحن ما زلنا في بداية هذه السورة، ذاك الحدث الذي لأجله نزلت تلك السورة، ذاك الوفد الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران، كان عرب الجزيرة يعيشون تلك الحالة من النقص والقلة، وكان نصارى نجران لهم وضع آخر وحياة أخرى لما كان لهم من تواصل مع إمبراطور الروم، حيث كان فيهم وبزغ فيهم وبرز فيهم واحد منهم بزغ في باب علم النصرانية في تلك المرحلة، وطار خبره في عالم النصارى، فأصبح يخص بعطايا، بل ويخص قومه وأهله بعطايا، حتى ظهر ذلك في ملبسهم وهيئتهم مما كان يأتيهم من الهدايا والأموال، وسمعوا بأن هناك نبي بعث ورسول يصلهم الخبر أن الوحي يتنزل عليه، فجاءوا إلى المدينة وهم في تلك الأبهة والمظهر الحسن مع مظهر العبادة والتخشع والتنسك، ثم رأينا كيف عرضت الآيات ذاك الموقف، وكيف أن هناك كان خللاً وكان انحرافاً مع ما كان عندهم من سابقة علم بشيء من الكتاب، إلا أن هناك مرضاً هو حب الدنيا والتعلق بها والخوف على فقدان المتاع، فمثل ذاك الأمر صارفاً لتلك القلوب أن تقبل الحق، تجادل فيبين لها الحق فلا تقبل، تعرض عليها المحكمات الواضحات فتحيد عنها إلى المتشابهات، ويأتي خبر السماء بأن السبب هو ذاك التعلق الذي أنتج مرضاً هو الزيغ، أن هذه القلوب إذا كان الحق في هذا الطريق فهي تحيد عنه إلى الطريق الآخر، ويأتي ذاك التحذير أن هذا الزيغ هو الذي سيوردهم المهالك، وهنا يتعامل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان عمق تربية النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على التقوى. وقلنا ما هي التقوى؟ التقوى هو ذاك المعنى العظيم الذي يقوم في القلب ويتجه بالإنسان نحو احترام، الاحترام بالغ الاحترام لوحي السماء، وأن الإنسان يجد في قلبه من التعظيم والاحترام والتقدير لخبر السماء ما يشعر بالفزع العظيم لو أنه حاد عنه قيد أنملة. فلما وجدوا أن أولئك القوم زاغوا فزعوا إلى ربهم مباشرة بذاك الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا، ووقفنا مع ذلك. ثم كيف أن الرب الرحيم العليم الحكيم مع ما ظهر من زيغ أولئك ومع ما تفاعل معه من كان في المدينة من اليهود مع موقف النصارى، لكن الله رحيم فيكرر حجة أخرى بأن يقف أولئك القوم يتفكروا، إن كنتم تظنون أن ما أنتم فيه من المال والحال والجاه
والتمسك بالمشتبهات سبب في أنكم ترضون بما أنتم عليه، فهلا كان لكم عبرة أن تذكروا بآية مرت على آبائكم ومن سبق منهم؟ ألا تتذكرون قصة موسى مع فرعون؟ ألستم بهذه الديانة تنتسبون إلى هذا النبي؟ فهل نسيتم قوم موسى ماذا كانوا وكيف كانوا في مقابل فرعون وقوم فرعون؟ وهل مقومات الانتصار لقوم موسى بميزان الناس كانت حاضرة؟ لا، الذي كان يملك مصر فرعون، والذي بيده الأموال فرعون، والذي بيده السلاح والعتاد فرعون، والناس يتبعون فرعون، بل استخف قومه فأطاعوه، قال لهم أنا ربكم الأعلى فأطاعوه. وقوم موسى هم الصناع، هم الخدم، هم الذين يعملون، هم الذين عندما أمر فرعون أن يقتل كل طفل ذكر منهم ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم. وعندما بعث موسى فآمنوا به فنصر الله القلة الضعيفة على الكثرة القوية، فيذكرهم الله عز وجل بذلك آية. هل لا تفكرتم؟ فانظروا إلى ما يعرضه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات، ولا تغتروا بما أنتم فيه ولا بمن ترتبطون به، فيذكرون. والموقف لا اعتبار، فينتقل معهم الرحيم العليم الحكيم من الآية الغائبة لعل غيابها أضعف أثرها في أنفسهم، فيذكرهم بآية حاضرة. ما هي؟ انتصار هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعدد قليل وعدد قليلة على قوم كثير عددهم كثير عتادهم، نصره الله عز وجل. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأيضا لم يكن لذلك قبول. هنا بعد أن وقفنا مع هذه الآية ونحن نرى هذه الأحداث بهذه الطريقة والصحابة يعيشون ذلك كله، فهنا أيضا يتبع الرب جل جلاله هذا الخبر بتوجيه للمؤمنين. وهنا ندرك أيضا هذه الحقيقة القرآنية التي بإدراكها يزداد تعظيم الرب في قلوبنا، ويزداد الحب له جل جلاله في قلوبنا، وتزداد الثقة بربنا، وندرك أن الطريقة الربانية مع عباده جل جلاله الوفاء للغدر، وأن طريقة الرب مع عباده الإعانة للتخلي، والنصرة والتأييد للترك. الله جل جلاله ما ترك رسوله صلى الله عليه وسلم في ميدان لوحده، فالله أوفى الأوفياء، ومن أوفى بعهده من الله. فنرى كيف الرب جل جلاله يعلم عباده ويعلمهم وهم في وسط ذلك الحدث، ليخبرهم عن حقائق في الخلقة وكيف يتعاملون. وهذا الذي نقول لأجله قدمنا بتلك المقدمة،
وهو أن الإنسان لابد أن يدرك أن حاجته هنا في وحي ربه، أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى والله، بلى والله كافيه، وما أحوجه لغير وحيه. فلذلك هنا يأتي التوجيه والإخبار أن الله عز وجل خلق هذا الكون على هذا النظام، الكون الذي يرتبط بهذا الإنسان المخلوق المكرم، خلقه على نظام وعلى خلقة تتفق مع الغايات والحكمة التي خلق الإنسان لأجلها، لأن هذا الكون خلق لك ولأجلك. ولذلك إذا انتهت حياة ابن آدم على ظهر الأرض، ماذا يكون في هذه الأرض؟ أليست تدمر وتزلزل؟ أليست السماوات تنفطر وتتشقق؟ أليست البحار تتفجر؟ لأن الذي خلقت له انتهت مدة بقائه عليها. وعندما يتفكر الإنسان، كم حجمك أنت بالنسبة للسماوات؟ كم حجمك بالنسبة للأرض؟ ماذا تساوي في حجمها؟ لكن الله خلقها لك لأنك أنت المخلوق المكرم، خلقت مسخرة لك. وإذا أدرك الإنسان إذن هل خلق هذا كله لي من أجل أن أعيش للهو واللعب؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هل الإنسان يقبل هذا؟ نعم، إذا أعرض عن كتاب ربه سيقبل هذا وسيعيش للهو. ولكن إذا كان بين عينيه ويعرض على قلبه ولبه كتاب ربه، لا يمكن أن يقبل هذا، يجد فيه الأمر واضح. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فالقرآن إذن عندما تأتي تلك المواقف يوقف هذا الإنسان على العلم الحقيقي. وهذا أيضا يعطينا دلالة أن القرآن يريد أن تكون مؤمنا بحق، وأن يكون إيمانك عن علم، وأن يكون إيمانك عن يقين، وأن يكون مبني هذا الأمر على الحقائق وليس على الأوهام وليس على التخيلات وليس على الظنون ولا على الاحتمالات، وإنما على يقين. فتأتي تلك المواقف ليكون شأن الرب جل جلاله مع عبيده أنه يعلمهم وأنه يفهمهم وأنه يظهر لهم من الحقائق مما لا يعلمون. فهل يقبلون أو لا؟ فهنا في هذه الآية يخبرنا الله عز وجل عن حقيقة في الخلقة البشرية، كما أنه يخبرنا في مواطن عن حقائق في خلقة الكون، فيخبرنا عن حقائق في خلقتنا نحن لا نعلمها. وهل الإنسان يعلم كل حقائق هذه الخلقة في نفسه؟ أنت مخلوق عجيب عظيم، أنت مخلوق مكرم. ولذلك يقول الله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لترى آيات الرب جل جلاله. فالإنسان خلقه الله عز وجل هذه الخلقة، وخلق الكون وفق ذاك النظام، ليتحقق حكمة الوجود لهذا الإنسان، وهي الابتلاء والامتحان.
حكمة وجودك أن تبتلى وأن تمتحن، وغاية وجودك أن تعبد الله وحده جل جلاله. أن تمتحن لأنك خيرت أن تحقق الغاية التي خلق الخلق كلهم لها وهي عبادة الله، خيرت أن تؤدي هذا الحق على وجه الإلزام أو تؤديه على وجه الاختيار، فاختار ابن آدم أن يؤدي هذا الحق العظيم على وجه الاختيار فأعطاه الله ذلك، فخلق على هذه الخلقة وخلق نظام الكون ليتفق مع هذه الحكمة، حكمة الابتلاء والامتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ففي جانب الخلقة مما سيجعل حياة الإنسان تدخل في هذا الإطار، إطار الابتلاء والامتحان، تأتي هذه الآية لتخبرنا عن شيء من ذلك. فماذا قال الله عز وجل فيها؟ قال الله سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس، هذا الإنسان خلقه الله عز وجل، وكيف يكون العمل منك؟ فالجهات العاملة فيك ثلاثة: العقل الذي يسكن القلب، وهذه النفس، والجوارح. وأن هذا الإنسان خلقه الله عز وجل حارثاً هماماً، كل الناس خلقهم الله عز وجل بهذه الكيفية في العمل، فخلقت حارثاً هماماً. الحارث من هو؟ الفاعل. الهمام من هو؟ المفكر المريد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. قلنا مرارا كلما وقفنا مع شيء يذكرنا بذلك، ما معنى أصدقها حارث وهمام؟ المعنى أنك لو أخذت اسماً له معنى وسميت به كل البشر من آدم إلى يوم القيامة، سميتهم كلهم بهذا الاسم، هل ينطبق المعنى على كل من سميته بذلك؟ الجواب لا، إلا في اسمين فقط فينطبق المعنى الذي فيهما على كل البشر لو سميتهم بهذين الاسمين. ما هما؟ همام وحارث. لو قلت كريم أو شجاع أو بطل، لو سميت 1000 رجل بشجاع، هل يلزم أنهم كلهم يكونون شجعانا؟ لا يلزم. لكن لو سميت آدم ومن بعده من ذريته ومن بعدهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة كل واحد منهم سميته همام لوجدته هماما، ولو سميتهم بحارث لوجدت كل واحد منهم حارث. ما معنى حارث؟ فاعل. ما معنى همام؟ مفكر مريد. فكل إنسان يفكر ويريد أن يفعل، وكل إنسان يفعل، فالإنسان حارث همام. طيب، هذا التفكير وهذا الفعل والحرف والإرادة أين يتجه بها الإنسان؟ كل الناس يتجهون بالحرف والهم نحو شيء واحد، ما هو؟
أن كل واحد منهم يريد أن يحقق لنفسه النفع وأن يدفع عن نفسه الضر. هذا الهدف الذي يعمل الإنسان عليه بالحرث والهم، يريد أن يصل إلى تحقيق النافع له ودفع الضار عنه. طب تقول وجدنا الناس أعمالهم مختلفة بل يفعلون المتضادات، أين مكمن الأمر هذا؟ مكمنه إلى ذاك الأمر العظيم والآية المبهرة، العقل الذي يناط به إدراك ما في الأشياء من النفع والضر، هذا دور العقل، وهذه الأداة التي فيك ولها هذا الدور أن تدرك ما هو النافع في هذا الأمر أو الضار. فأصبح العقل الذي هذه مهمته هو ميدان التسابق بين جهتين، وحي السماء ومكر عدو الله إبليس. فإن كان القلب نصيبه من وحي السماء استنار بنور الإيمان فوزن الأشياء بوزن صحيح، وإن تمكن إبليس انحرف ذاك الميزان فلم يزن الأشياء بالوزن الصحيح. وهذا هو محور ما ترى من المفارقات في الحرث والهم، هو هل هذا القلب، هل هذا الميزان، هل هذا المخلوق العجيب الذي جعل الله فيه هذه القوة، قوة الإدراك، هل هو يستنير بنور الوحي أو يظلم بوسوسة الشيطان؟ ومن هنا يأتي التفاوت في تقييم الأشياء بين النفع والضر. وما تصورته أنه نافع ستنشأ عنه إرادة وعزم وإقناع للنفس أن تقبله، فإذا قبلته النفس التقت إرادة النفس مع العقل فبدأ التحريك نحو الحرث وهو الفعل. واضح؟ إذن هذه حركة الإنسان وهذا عمله. فالعقل يتلقى عبر هاتين البوابتين، البصر أو السمع، ليصل ذلك إلى العقل، ليستخدم العقل أدواته في الوعي بذلك الأمر الذي وصل إليه، ثم ليقرر أين هو، هل هو في النافع أو في الضار، ثم ينشأ عنه ما يوافق ذلك. فإن كان في النافع ينشأ حب، وإن كان في الضار ينشأ بغض وإقناع بالبغض أو إقناع بالحب للنفس. فإذا هكذا أنت تفعل، ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب صقل وإن عاد نكت فيه نكتة أخرى، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أبيض مثل السراج يزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا تنفعه طاعة ما دامت السماوات والأرض. فالله يقول: زين للناس حب الشهوات، فلما كانت الحكمة الابتلاء خلق الله ابن آدم على هذه الخلقة، قال: وهديناه النجدين. فخلقك على خلقة ليتحقق الابتلاء والامتحان، أنك تقبل أن تسير وفق الحق، كما أنه أيضا يمكن أن تسير وفق طريق يضاد الحق. وجعل نظام الحياة يقبل أن يعيش الإنسان بهذا الطريق وأن يعيش بهذا الطريق، ولكن هذا له نهاية وهذا له نهاية، وهذا له سنن وهذا له سنن. والإنسان
خلق على الخلقة ليتحقق الابتلاء على خلقة يمكن أن يعيش الإنسان هاتين الحياتين، وهديناه النجدين. فنجد هنا الآن يخبرنا عن واحد من تلك المقومات التي ندرك بها تلك الحكمة العظيمة الربانية لهذا الخلق. أين نجد هذا؟ هل البشر يستطيعون أن يوصلون إلى ذلك؟ أم من خلق البشر هو الذي يعلمنا؟ وإن علمنا رب البشر هل نعرض عنه ونتجه إلى البشر؟ فالله يقول: زين للناس. من الذي زين؟ ذكر العلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أن الذي زين هو الله جل جلاله، والقول الثاني أن الذي زين هو الشيطان، والقول الثالث أن الذي زين المراد به الله جل جلاله، أنه يزين من هذه الأشياء ما هو ممدوح، وأن الشيطان يزين منها ما هو مستقبح مذموم. وإن نظرنا وتأملنا نجد أن هذه الأقوال كلها لقائلها مستند. فإن أردنا أن الإنسان خلق على خلقة، نفسه تميل إلى هذه المذكورات كأسماء لها وكأجناس لها، فإن الناس نفوسهم تميل إلى الأولاد والبنين على وجه الذكور على وجه الخصوص، وإن النفوس تميل إلى الأموال، وإن النفوس تميل نفوس الرجال إلى الزوجات وإلى النساء، فإننا نجد هذا أمرا موجود عند البشر كلهم. فإذا قلنا أن الأمر مقصود به الخلقة، وأن الإنسان خلق على خلقة ينظر إلى هذه الأشياء بهذا النظر، فالجواب نعم، أن الذي زين هو الله. وإن قلنا أيضا أنه خلقها على خلقة جميلة كما قال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ولقد زينا السماء الدنيا. فإذا أيضا باعتبار الخلق في هذه الأشياء فالجواب نعم، أن الذي زين هو الله، فهو الذي زينها خلقة، وهو الذي زينها خلقة في نفوس الناس. وإن قلنا أن الذي زين إبليس، فإن الذي يوسوس بالمستقبح منها، وأنه يصرف حتى يصرف فعل الإنسان معها نحو الفعل المستقبح، فنعم إبليس يفعل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أيضا مثلا المرأة، قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال ممن من النساء. وهو أيضا الذي قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فإذا زين للناس، إذا إن قلنا أن الذي زين الله بما أوجد في الخلقة فنعم في نفس الإنسان، وبما أوجد هذه الأشياء على خلقة بهذه الكيفية فالجواب نعم، وبما وجه نحو هذه الأشياء المستحسن منها فالجواب نعم. وإن قلنا الذي زين إبليس بما يحدث من الوسوسة في أن يؤخذ ما يستقبح من هذه الأشياء فالجواب نعم، زين للناس. حب الشهوات،
الشهوة ما تميل إليه النفس، والقلب مما يعرض له من الأمراض، يعرض له طبعاً إما أن يكون مرضاً عضوياً وإما أن يكون مرضاً معنوي، ومقصودنا هنا بالدرجة الرئيسة المرض المعنوي. والأمراض التي تعرض على القلب مرض الشهوة ومرض الشبهة، ومرض الشبهة مرض الشك، ومرض الشهوة مرض العلاقة التعلق، ومحور علاج مرض الشبهة العلم، ومحور علاج مرض الشهوة الأمر الأول ملء القلب بمحبوب أعظم منها، وليس شيء أعظم في محبته ويعالج منازع تلك الأمور أعظم من ملء القلب بمحبة الله. وعلاج حاسم مؤقت، لأن ملء القلب بمحبة الله يحتاج إلى مجاهدة، وأما العلاج الحاسم المؤقت هو الصبر، فعند ورود الشهوة وهجومها على النفس والقلب فتحتاج أن تستخدم لها علاج الصبر. وأما العلاج الذي تعالج به هذا الإشكال على الدوام فهو أن تملأ القلب بمحبة المحبوب الأعظم الله جل جلاله، يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله. زين للناس حب الشهوات. إذن عرفنا الشهوة، وعرفنا أن الشهوات من بهذا الاسم منها ما يكون في دائرة المباح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه إن في بضع أحدكم صدقة، فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجرا؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزرا؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر. وتكون مرضا عندما تنحرف عن ميزانها الصحيح، فتكون الشهوة مرضا. ثم إذن عرفنا الآن الأمراض، مرض الشبهة ومرض الشهوة. مرض الشبهة الشك، علاجه ما هو؟ في العلم، وأساس العلم ما هو؟ العلم بالله جل جلاله والإيمان به وتوحيده، هذا هو أساس علاج الشك. ثم علاج الشهوة علاجه ما هو؟ محبة الله وملء القلب بمحبته، حتى تستحوذ محبة العظيم الجليل على شغاف قلبك، وتكون الحكم بعد ذلك لكل ما يراد أن يدخل إلى القلب ليكون محبوبا، فيكون محكوما بمحبة الله جل جلاله. وهذا العلاج، ثم أن هذا الجانب مرض الشهوة هذا علاجه الرئيس، ثم هناك علاج قاطع حاسم في لحظة عندما تهجم الشهوة على النفس، لأنه سوف تتلاقى دواعي الغريزة مع ذاك الهجوم في لحظة ضعف، فهنا يحتاج الإنسان في ذلك الموقف إلى علاج الصبر فيكون قاطعاً لذلك الوارد. فبالصبر العلاج المؤقت، وبمحبة الله جل جلاله العلاج الدائم لهذا المرض. ثم أن ما يتعلق بهذا القلب أيضاً من هذه الأمور، فعندنا ما ثلاثة أمور: العوائد والعوائق والعلائق. أما العوائد فهي ما اعتاده الناس وما اعتاده الإنسان، فإنها تمثل صارفا عن قبول الحق عظيم. وكم من عرف ساد في الناس
يقبله الناس ويضعف هذا الإنسان أمامه وقد يترك أمر الله عز وجل هيبة من ذلك العرف. وهذا من أكبر أصنام الدنيا، وجل من دخل النار دخل بسبب هذا الصنم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. ثم الثاني العلاقة، وهو الشهوة، ما تعلق به القلب. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، مرض الشهوة. الثالث العوائق، وهو التعلق بالمعاصي، وهي ثلاثة: الشرك والبدعة والمعصية. وعلاج الشرك بالتوحيد، وعلاج البدعة باتباع السنة، وعلاج المعصية بالتوبة. فإذن زين للناس هذه الأمور. ثم لاحظوا، قال: زين للناس حب الشهوات، وجاء الأمر بالجملة ثم جاء بالتفصيل. لماذا؟ لأن هذه الأمور الأربعة التي ذكرت، وهي مثلت الإنسان وما يتعلق بالمعادن الذهب والفضة، وما يتعلق بالمطعوم وهي الخيل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فإذا عندنا الحيوانات، الأنعام والحرث، الخيل والأنعام والمطعوم وهو الحرث. فهذه الأربعة الأصناف التي تتعلق بها قلوب الناس كأصناف. ولما كان الناس يتفاوتون إذا جاءت أفرادها، فإننا نجد الناس يدورون على التعلق بها بالجملة، لكن عند ذكر أفرادها تتفاوت. فلما كان هذا التفاوت موجود، ننظر إلى الحكمة في هذه في هذا السياق القرآني. فقال: زين للناس حب الشهوات، ثم جاء من، ليفيد أن الناس يتفاوتون إذا ذكرت أفرادها وفندت أجزاؤها، فإنك ستجد التفاوت، لكنه في الجملة فإن الناس نفوسهم تتعلق بأجناس هذه الأربعة المذكورة. حب الشهوات من النساء، وابتدأ بذكر النساء، وكما رأينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ما تركت على الرجال فتنة أضر من النساء. ثم ثنى بالبنين، وهو ما يكون ثمرة أساسا من هذا اللقاء بين الرجل والمرأة. ثم ثلث بالمال من الذهب والفضة، وجعل المال بعد الولد وبعد النساء، لأن الإنسان يبذل المال للحصول على المرأة، وإذا أراد أن يدفع عنه كما مر معنا في سورة البقرة وفي الآيات التي سبقت، إذا أراد الإنسان أن يدفع عن نفسه وجاء الخطر، هل يقدم ماله أو ولده؟ ماله. فلذلك هنا أخر المال، لأن هنا الترتيب ترتيب تعلق، ولما كان هناك ترتيب بذل قدم المال على الولد، فإن الإنسان يبذل ماله ثم ولده. أما هنا فالتعلق التعلق بالولد أكثر من المال. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، وهو جانب الترفه. لذلك اختير الخيل كما قال العلماء، وسميت الخيل خيلا لما فيها من الخيلاء، وهو فيدخل في ذلك كل ما يتعلق بالزينة والرفاة. ثم ذكر الحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالإنسان
قلبه معلق بهذه الأمور. ثم هنا مسألة مهمة ولا بد أن نعيها، فإنما خلق الإنسان عليه من خلقة غريزية، ما جعل الله جل جلاله شرعه في كبت غريزة خلقت فيك، وإنما جاء شرع الله عز وجل ليحدث توازنا فيها. ما خلق فيك قوة غريزية وأمرك بماذا؟ بإغلاقها كلية. فالذي علق النفس بالنساء أوجد طريقا لإشباع هذه الشهوة، والذي علق النفس بالبنين أوجد طريقا في الحصول على هذه الشهوة، والذي علق النفس بالذهب والفضة أوجد طريقا مشروعا لتحصيل الذهب والفضة، والذي علق النفس بالرفاه والخيل والدواب أوجد طريقا مشروعا للحصول على ذلك، وهكذا الحرب. فكانت طريقة رب الأرباب كيف يعيش الإنسان متوازنا، فكان من أعلى قيم هذا الخلق العدل، العدل بعدا عن الظلم والجور، فالظلم تعدي، والعدل وضع الشيء في موضعه الصحيح اللائق به. وكانت هذه أعلى قيم هذه الشريعة العدل. والله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليقوم الناس بالقسط، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلمة الله هذا الوحي يغذي الإنسان بالعلم، وحين يعمل به يحقق له في حياته العدل، العدل. فهذا التوازن الذي سيعيشه الإنسان حين يعمل بوحي السماء، حين يعمل بوحي السماء. ولذلك مفهوم الزهد بل عرض الدين، ذلك كما يقرر علماء الإسلام أنه لا يجوز ولا يصح أن نعرض هذه الشريعة على أنها تحقق للإنسان مصلحته في الآخرة فقط، ولا نعرضها على أنها تحقق له مصلحته في الدنيا فقط، بل نعرضها على أنها تحقق له المصلحة في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا ليحيا حياة طيبة، وفي الآخرة ليفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. وهكذا ينبغي أن تقدم شريعة الله، لكن لكل شيء وزنه، ولكل شيء طريقته وفهمه الصحيح وفق مراد الله عز وجل. فلذلك نظر العلماء إلى هذه اللذة التي الإنسان يبحث عنها لتكون الثمرة تلك الكلمة المحبوبة على آذان الناس، السعادة. ولذلك الذين سعدوا جاء ذكر هذه اللفظة في القرآن، السعداء. فالسعادة نتيجة لذة، اللذة نتيجة حصول منفعة، اللذة نتيجة دفع مضرة. مقابل السعادة الشقاء، مقابل اللذة الألم، الألم نتيجة حرمان من منفعة، نتيجة حصول مضرة. فالألم جاء ذكره، السعادة جاء ذكرها في كتاب ربنا جل جلاله. فنظر العلماء فوجدوا أن هذه اللذة ترتبط بثلاثة أنواع لا رابع لها، إما أن تكون لذة علمية وهو غذاء لهذا القلب، فيتلذذ القلب الذي هو دوره أن يدرك الحقائق ما في الأشياء من منفعة وضر، فتكون اللذة في أنه يصل إلى هذه النتيجة بحق ويقين، وليس هناك لذة
أعظم من هذه اللذة حين يكون الإنسان إنساناً، لا يجد لذة أعظم عليه من أن يتلذذ بالوصول إلى الحقيقة وأن يعرف الحق، وهذه اللذة العلمية. ثم اللذة الحسية التي يستمتع الإنسان فيها بالحرث، بالأكل والشرب والنساء، هذه لذة حسية. ثم لذة تخيلية توهمية حين يتلذذ بالأمور المعنوية، بالمكانة والجاه، وهذه لذة الخيل. هذه أنواع الملاذ الثلاثة. والأهم بعد أن عرفناها، الأهم أن ندرك أن القياد حين يكون الإنسان إنساناً مكرماً، أن تقود اللذة العلمية، اللذة الحسية والتخيلية. أما إن قادت هذا الإنسان اللذة الحسية فسيكون هذا الإنسان أقرب إلى البهائم، وإن قادته اللذة التخيلية سيكون الإنسان أقرب إلى الجنون. ثم أن المراد تحقيق الإشباع بالتوازن وفق ميزان الوحي، فإذا تحقق ذلك لنرى كيف يعيش هذا الإنسان في لذة وسعادة، وعندها يدرك ما معنى الحياة الطيبة. فإذا هذه الملاذ، وهذه شيء مما الله جل جلاله ينزل هذه الآية في ذاك الموطن ليعلم الصحابة ومن بعدهم من عباد الله المؤمنين هذا الأمر، فيقول لهم إن هؤلاء خلقوا على هذه الخلقة، ولكنهم عندما لم ينقادوا لأمر الوحي وانقادوا لخصمهم إبليس، فإنه حرف عندهم تلك الغرائز، وأصبحت تلك الأمور التي تكون عوناً على طاعة الله، ووحي الله يريد أن يشبعها لك بالحق وما ينفعك في الدنيا والآخرة، فانحرف بهم إبليس، فكان إشباعها بما يجعلهم حطباً لجهنم، هم وقود النار. فلذلك يأتي التحذير بعد أن يبين، فلذلك يأتي كما يأتينا بإذن الله عز وجل في الآيات التي بعدها، ويكتمل تلك الحقائق والنظم لهذه الحقائق بصورة صحيحة، ليتربى هذا المؤمن على الحق ولا يعيش في الوهم ولا يعيش في الباطل، ولا تحتاج إلى جهول ليعلمك بهذه الحقائق. والله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، هل كنا حاضرين يوم أن خلق الله نفوسنا على هذه الكيفية؟ الله محتاج أن نكون شهودا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، محتاج إلى معونة أحد ولا احتاج إلى رأي أحد أن يخلق الخلق وأن يخلق الإنسان بهذه الطريقة. إذن من أذكى، من أعقل، من أفطن من إنسان سلم القيادة لربه؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ندخل في الإسلام برضا، ندخل في الإسلام بطمأنينة، ندخل في الإسلام ونحن نملك القياد لربنا الذي خلقنا، العليم بنا، الأرحم بنا، اللطيف، الخبير، الظاهر، الباطن، كل خير من عند ربنا، هو صاحب الحق. أليس من خلق أحق بأن يأمر في خلقه؟ أليس من يملك أحق؟ أليس من هو الأعلم أحق؟ أليس من هو الأحكم أحق؟ أليس من هو الأرحم أحق؟ إذن يتفكر الإنسان كم يكون هذا الإنسان ظلوم وجهول عندما يعرض له في هذا الكتاب كل تلك الحقائق
ثم يريد أن يعرض عنه ويتجه إلى غيره ويظن أنه هو الأذكى وهو الأفهم، ما أعجب الإنسان. فلذلك هذه الآية إذن هي توقفنا على هذا المعنى الخلقي لهذا الإنسان، والذي سيكون له يعني هذا التنبيه العظيم من الرب أنك أنت خلقت بهذه الكيفية. إذن المفترض أن تقول لمن خلقك وأخبرك عن مظهر خلقتي، أن تقول كيف أتعامل، كيف أصنع، كيف أفعل. وهذا هو الأدب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا هو الإيمان الذي ينتج عندك هذا المعنى في ذاك البالغ الاحترام للوحي، وبالغ التسليم للوحي، وبالغ الثقة لما جاء في الوحي. فإذا تربيت وفهمت هذا الكتاب فعندها كم ستجد من الطمأنينة والراحة، وعندها فعلا تقول لو أن الناس كلهم كانوا في جهة وليس معي أحد إلا وحي ربي وقول ربي لما شعرت بالخوف ولا بالوجل ولا بالوحدة، وشعرت بتلك الطمأنينة. لماذا؟ لأن القرآن يوقفك على هذه الآيات البينات التي تؤسس هذا المعنى الإيماني في قلبك. فنسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا إيمانا، نسأله عز وجل أن يملأ قلوبنا طمأنينة ورضا وثقة وفهما ووعيا بما أنزله في كتابه، وأن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يملأ قلوبنا بالقبول، وأن يخضع جوارحنا للعمل، وأن يزكي نفوسنا، وأن ينير بصائرنا، وأن يختم لنا بالصالحات، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.